مستمرة في أكثر من جبهة في هذا المحور في قطاع غزة. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن منطقة الشجاعية تشهد خلال اليومين الماضيين معارك ضارية توصف بأنها الأعنف منذ بداية الاجتياح البري. يوم الأربعاء لوحده شهد أكثر من 50 اشتباكا في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقول إن هذه الاشتباكات أو تصفها بأنها دراماتيكية بحسب يدعوت أحرنوت، وبأنها قاسية وبأنها عنيدة بحسب ما ينقل عن مصادر في الجيش الإسرائيلي. حاولت قوات الاحتلال تجنب منطقة الشجاعية وعدم خوض معارك فيها. التوقعات كانت تقول إلى أنها ستكون المنطقة الأولى التي سينفذ فيها جيش الاحتلال عملياته في قطاع غزة، لكنه أخرها حتى الآن. وعندما أراد اقتحامها لم يأتي من الجهة الشرقية، إنما التف عليها ليأتي من داخل قطاع غزة.